مريرت مدينة مغربية في قلب جبال الأطلس المتوسط، مركز قبائل أيت سكوكو، أبرزها أيت سيدي العربي، أيت سيدي يوسف، أيت سيدي أحمد، وأحمد أيت طعرابت، على مقربة من منابع نهر أم الربيع. وهي بلدة تتبع الإقليم خنفرة، التي تقع على بعد حوالي 30 كيلومترا وعلى بعد ما يقرب من 90 كيلومترا من مدينة مكناس، ويبلغ عدد السكان 35,000 حصى 2004، توزعون على 5,000 أسرة.